انت لما بتسمع الناس عايزاه في مصر دلوقتي، عايزاه في الدوري المصري، انت بقى كأب، انا يعني هنسيبنا من محمد النني ومستقبله وحياته، انت كأب عايز محمد يكمل في اوروبا ولا يرجع في الدوري المصري؟ لا طبعا اي حد في مصر يا كابتن كارثي عايز يلعب في اوروبا. يعني هات اي لعيب في مصر واحسن لعيب في مصر قول له تعالى بقى، عايز تحترف ولا مش عايز تحترف؟ كله بيدور على الاحتراف، كله بيدور على الاحتراف بره. لكن طبعا يعني لو محمد جه مصر، انا بقول على عشان والدته الله يرحمها كانت بتتمنى محمد يكمل في نادي النوبه، يعني هي تعبت معاه وشئت معاه الله يرحمها. فطبعا يعني امنيه حياتها كان محمد يكمل في النادي الاهلي، هي في النادي الاهلي طبعا. لان هي يعني تعبت معاه 10 سنين في النادي الاهلي، راحه جايه معاه، فتعرف هي كانت امنيتي ان هو يكمل وفي النادي. فطبعا دي غاليه عندنا، فواحد يعني وده اكيد بيفكر فيه محمد النني. يا رب، يعني هو حسب برضه محمد، هو بيفكر وهو مستقبله وهو اللي شايف يروح فين والكلام ده. هو محمد اكيد حاطط قدامه يعني هدف وحاجات دي، فربنا يكرمه ويفكر كويس في اللي جاي وياخد بديل. اهم حاجه يعني بطوله يعني الاولمبياد، هي دي برضه هتبقى جميله ان شاء الله. يكون منتخبنا الوطني ويبقى قائد منتخب مصر، يكون رافع اول ميداليه لمصر في كره القدم على مر تاريخ الاولمبياد. يا كابتن ناصر دايما بتشرف ودايما بتنور، انا بشكرك بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ناصر النني والد النجم المصري الكبير قائد منتخبنا الاولمبي محمد النني. انا بصراحه اللي عارف انت ايه، في لعيبه، كل اللعيبه اللي في مصر نقدرها ونحترمها. انا بشكل شخصي بحب محمد النني، بحب اخلاصه في شغله وتعبه، وانه بيقفل دايما ودانه ومركز بس في ارض الملعب. ممكن يمر بظروف صعبه في اللعب ولا يفرق معاه، زي ما هو لا عمره لمح ولا عمره اتكلم ولا عمره عمل ازمه. خد بالك هتقول لي ما هو ممكن عشان محمد النني مش عايز يعمل ازمه بين يعني مع الجماهير المصريه، فما يعملش مشكله مع منتخب مصر، فما عملش هو مشكله مع منتخب مصر ولا حتى مع اي فريق اشتغل مع محمد النني. يقعد يلعب، يشارك دقيقه، يشارك دقيقتين، يشارك 90، هو الراجل بيعمل شغله وبس ببساطه. سيبك بقى من كل ده، حط ده كله على جنب. تلاقي محمد النني رايح بياخد كورسات التدريب وخلاص، بقرب يخلص كل الرخص، رايح يعمل اكاديميه في انجلترا، عايز يشتغل للمستقبل كمان انه يبقى مدرب. وانا بقول لك اهو من دلوقتي خليك فاكر، محمد النني هيبقى مدرب مصري كبير في اوروبا. تقول لي يا عم ما تبالغش، خلي الايام بينا ونبقى نرجع الفيديو ده تاني. محمد النني هنفتخر بيه جدا كمدرب في اوروبا، وخليك فاكر.